الدرس الرابع: الكوارث الطبيعية والآثار الناجمة عنها. الكوارث الطبيعية ومخاطرها. نشاط واحد: نلاحظ ونناقش ونستنتج. التنفيذ: ننقسم في مجموعات، نتناقش في محتوى الصور، لماذا يطلق على تمثله الصور كوارث طبيعية؟ لأنها تحدث دون أن يكون للبشر دور في حدوثها، وقد تكون مفاجأة وسريعة. أنا تعلمت الكوارث الطبيعية هي حوادث ناجمة عن عوامل طبيعية لا علاقة للإنسان في حدوثها. ومن الأمثلة عليها: 1- البراكين، هي انبعاث المواد المنصهرة والغازات والأبخرة من التشققات في باطن الأرض إلى سطحها، وتتمثل خطورة البراكين في تدمير الأراضي الزراعية والمناطق السكنية. 2- الزلازل، هي اهتزازات أرضية متتالية تحدث في باطن الأرض وتصل إلى سطحها بسبب حدوث انكسارات في الطبقات الصخرية. وتعرضت فلسطين قديما لعدة زلازل، مثل زلزال صفد عام 1837 ميلادي، وزلزال أريحة ونابلس عام 1927 ميلادي، وزلزال وسط فلسطين عام 1954 ميلادي. 3- الجفاف، هو انحباس الأمطار لفترات طويلة ويسبب خسائر كثيرة وهجرات جماعية لسكان المناطق المنكوبة بالجفاف، مثل بعض المناطق في السودان والصومال. 4- الفيضانات، زيادة مفاجئة في منسوب مياه الأنهار والأودية والسواحل، ما يؤدي إلى غمر الأرض بالمياه، ومن أسبابها الزيادة الكبيرة في معدل سقوط الأمطار أو بسبب ذوبان كميات كبيرة من الثلوج أو بسبب انهيار السدود المقامة عليها. تترك الكوارث الطبيعية كثيراً من الآثار السلبية المدمرة، منها الخسائر المادية كتدمير المباني والمنشآت والطرقات والمحاصيل الزراعية، خسائر بشرية في الأرواح وهجرات السكان إلى مناطق أكثر أمناً، انتشار المجاعات والأمراض في المناطق التي تتعرض للكوارث الطبيعية. نشاهد مقطع فيديو عن الكوارث الطبيعية، نناقش ما تمت مشاهدته في مقطع الفيديو.
مواجهة الكوارث الطبيعية نشاط 2، نلاحظ ونناقش ونستنتج. التنفيذ، نناقش محتوى الصور، ماذا تعني لنا هذه الصور، كيف يمكن لنا مواجهة الكوارث الطبيعية أثناء حدوثها، نذكر أسماء مؤسسات دولية ووطنية تساعدنا أثناء حدوث الكوارث الطبيعية. أنا تعلمت تتحمل الدولة والأفراد مسؤولية التخفيف من مخاطر الكوارث الطبيعية وحماية السكان وممتلكاتهم، ويمكن التخفيف عن أثر الكوارث قبل وقوعها وبعدها بعدة طرق، منها مراعاة قوانين البناء ومعايير السلامة، تطوير أجهزة الدفاع المدني ومعداته، إجلاء الأشخاص الذين يعيشون في مناطق الكوارث وإخلاؤهم في الوقت المناسب، إجراء التدريبات على الإخلاء في حالة الخطر، توفير الأدوية واللقاحات اللازمة لمنع انتشار الأوبئة، تعزيز التعاون الدولي للقضاء على الفقر والجوع للحد من آثار الكوارث الطبيعية. بعد أن تعلمت السؤال الأول، أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي. الدولة التي تتعرض بعض مناطقها للجفاف، السودان. ما الزلزال الشهير الذي تعرضت له فلسطين عام 1927 ميلادي؟ زلزال نابلس. من الذي يتحمل مسؤولية التخفيف من مخاطر الكوارث الطبيعية؟ الدولة بمؤسساتها وأفرادها. السؤال الثاني، أكتب المصطلح العلمي المناسب أمام العبارات الآتية: الكوارث الطبيعية، حوادث غير متوقعة ناجمة عن العوامل الطبيعية، الزلازل، اهتزازات أرضية متتالية تكون في باطن الأرض وتصل إلى سطحها، الفيضانات، زيادة مفاجئة في منسوب المياه تؤدي إلى غمر سطح الأرض بالمياه، الجفاف، انحباس الأمطار لفترات طويلة. السؤال الثالث، أذكر الآثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية: انتشار المجاعات والأمراض والخسائر المادية كتدمير المباني والطرقات وخسائر بشرية في الأرواح. السؤال الرابع، أوضح كيف يمكن مواجهة المخاطر الكوارث الطبيعية: مراعاة قوانين البناء، تطوير أجهزة الدفاع المدني، تعزيز التعاون الدولي. السؤال الخامس، أفكر وأبحث عن طرق تساعد في التخفيف من آثار المخاطر الطبيعية الآتية: ألف، الفيضانات، ب، الزلازل، مراعاة قوانين البناء، إجلاء الأشخاص الذين يعيشون في الكوارث، إجراء تدريبات في حالة الخطر.